الله حقكم علي، بس اليوم حاعملها، حتصل بحدا هلا. بس اعطوني شوي بس لحتى ساره، اعطيني ماي ميري بس لحتى ساره تطلع عالجهاز مشان رايحين اليوم لفه اهالي. بعتوا لي هلا على هاي الستوري، بعتوا لي ارقام، مش حفيقكم بس حاتصلكم. يعني كل لكم شو اللي صار بارح. كان ساره عم تغني اسمعي قلبي بدقه، ففجأة غنيت انا يعني والله كم... طلع صوتي حلو. طلع، انا دائما بقول لك صوتك حلو بس انت بتتبسخه. فان شاء الله ترقوا غني شيء. والله امبارح يا جماعه حفله الشامي كانت نار. خلينا نقول لك شو بدها، شو ويلك مدق عليك. هلا بعثتوا لي انتم مسجات، كيف ما بتردوا؟ الو الو مرحبا. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام. عربي انجلش؟ ليش سيرين؟ لا ايش سيرين معي؟ ايه تحتاج حاجة؟ لا بس انت قلتي لي في حد كاتب لي ويلك ما تدق علي. في حد كان كاتب لي ويلك ما تدق علي. خطأ. نعم؟ غيرك خطأ. خطأ؟ ايه. مش سيرين؟ وين كاتب لك ويلك ما تدق علي؟ لا يمكن رقم، مش رقم هذا بت... يمكن وين كاتب لك؟ على وين؟ على سناب؟ على سناب؟ على سناب؟ لا على الانستا، على سناب انستا تبع اليوتيوب. كيف على الانستا تبع يوتيوب؟ انت بتتخزف؟ لا 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 يمكن رقم غلط، اعتذر. على اي اب كتب لك ويلك ما تصير؟ على يعني الاب هذا شو اسمه اللي فيه في التليفون، يمكن بالغلط. أعتذر. على اي اب كاتبين لك ويلك مدق علي؟ انا اسف يمكن بالغلط، يمكن رقم غلط، هلا بشيك. بس عشان ما تفكر، ما تفكريني عم بتغازل او شيء، مرتي هون يعني. مرتي مرحبا. مرتي معي، ما تفكرين انه قاعد عم بسوي شيء يعني. لا صبح الله، هاي مرتي معي هون بس اتصلنا بالغلط. هاي مرحبا، نعتذر يمكن بالغلط. مين معي؟ سارة. مع سارة. سارة وغيث. مين؟ ايش؟ سارة وغيث. سارة وغيث. اوكي شكرا. شكرا. شو صار؟ ما بعرف سؤالي. الو عاد معايا. شكون الو؟ 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 اهلين. لا, لا عشان نعرف، عشان نعرف. انا اضطريت اجيب مرتي على الموضوع. مين اللي كان معي على الخط؟ امي. اي وحده تقرب لي. وحده. خوفتيني، فكرت هلا حتسكر الخط وحتجيب الحزام وطلع. لو نعطي الرقم. يا بوي مره تاني اي حد بيبعث الرقم، اقسم بالله اذا ما بتحكوا لاهلكم اول شيء. وترتوني انت اللي وترتينا. شو اخبارك؟ مرحبا، شو اخبارك؟ الحمد لله، انتو كيفكم؟ تمام والله، طيبين الحمد لله. طيبين الحمد لله. المهم واحدة بتقرب لك، شو كانت مفكرة انه نحن عم نظبط يعني عم نسوي؟ لا سألت السؤال مليون مرة، لا تعرف من اي ابلكيشن وشو اسم الابلكيشن واي تليفون وين عايشين وكم طولي وكم عمري. ليش عم بحط حالي بموقف؟ هي هات امي خفت اللي تكون بنت عمره مثلا 15 وهي امها مفكرتني انا عم زب قاص. يا حبيبي
هو عم شرفك مره ثانيه. تعرف شو؟ اذا بنت خلي مرت تتصل، اذا شاب انا لا كمان الشاب عم اتصلت ولد عمره يطلع أخر. شو اسوي؟ اعمل حالي طلبات؟ لا لا مصيبه هاي شباب والله العظيم. لا بدنا نشوف حل، بدنا نشوف حل. ما بينفع انا هلا هيك عم بسوي من تحت هيك ايش راي هيك ايش راي عم يعملوا بالله عليكم. اوعى لاقي حل قبل ما نكمل هاي الفقره.